تنقبت من فترة وإني على قناعة كاملة به، ولكن أمي تقول لي عافية منك، لو خليتي أطلب من سيادتكم حكم ذلك، وماذا أفعل؟ هذه التي تنقبت قبل فترة، أي فترة قليلة، هي أولا إذا صبرت على تطبيق حكم الله تعالى فإنها وثبتت فإنها تنال الأجر العظيم. وكلما طبق العبد أو المرأة أمر الله ابتداء فإنه يعان على الثبات. أنا أديك فائدة وفائدة برضو للإخوات، والفائدة دي مهمة جدا. اتعود نفسك لما انت عارف الحق تطبقه طوالي، عرفت حكم الله في أي مسألة من المسائل طوالي طبق، عرفت العقيدة صحيحة تعتقدها طوالي، عرفت أهمية الصلاة تصلي طوالي. لأنك لما تطبق، المرأة عرفت أو الشاب عرفت حكم النقاب، خطورة الاختلاط، خطورة كذا وكذا وكذا، تطبق طوالي. الله قال في القرآن جل في علا في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، جاءنا الأمر طبقوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بعدين الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما الأم الواء يعني الأخت تحاول ترضيها بالتي هي أحسن من غير ما تترك النغاب، لأن النغاب أوجبه الله تعالى أو جاء الأمر بوجوبه كما في النصوص التي ذكرناها آنفا وفي غيرها من النصوص وفي كلام أهل العلم كابن حجر العسقلاني وغيره وكالسعدي في تفسيره رحمهم الله جميعا، رحم الله السعدية وابن حجر. فإذ المرأة واجب عليها شنو؟ تزح من الفتنة، وكون أمها تأمر بمعصية أو بترك واجب تقيد العفو بالأمر ده، فإنها لا تطاع على هذا الأمر. الأم ما تطاع في الأمر ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري: إنما الطاعة في المعروف. لكن بالتي أحسن تقول: لا، أنا بواصل في النغاب إن شاء الله، وده حكم شرعي، ودي سترة لينا وعفة وهيبة لي وخير لي في الدنيا والآخرة. النسوان عندهم شبه، أقول: لا يا بنتي انت جميلة، اللي تنقبن الباقيات، لا الجميلة ذاتها تتنقب والله بالداجو. تقول: لا اسمعي، تنقبي بعد تتزوجي، ده ضعف في عقيدة اسمها القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. لأنه الله قدر إنه دي بتتزوج فلان وفلان بيتزوج فلان، كانت نقبت ما تنقبت إلا بعد ده إيمان الزول يضعف. الله مقدر أي شيء، قال الزواج ده بيجيب الكريم، ده الله مقدر وكذي، يبلا واحد من القضارف، واحد من القضارف زوج واحد تلقاه من بنقرة. لما دي الشرق على الشمال شنو؟ الله لما هون كذي، أو من بنقرة يتزوج واحد من القضارف أو غيره، لما هون الله كتب كذي. فلذلك دي شبه كلها واهية. قول: لا يا أخي، المنظر ده شكله زي البعاتي. ما زي البعاتي ولا شيء، بعاتي بتاع شنو؟ زي ذاك قال زي البعاتي، ما في زي بعاتي، أخذ حكم شرعي، كيف تقول زي البعاتي؟ ده منظر جميل والله، هيبة هيبة، تجي ماشية متنقبة ما في زول بشاغلة كذا، خد 20 متنقبة قدام فنان وقول له، قول للفنان غني، كان ما رت وحلقه وجعه وغلبه يقول أي كلمة، ده الهيبة يا زول، هيبة زاي هيبة، الله اداهم هيبة لأنهم طبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. طيب، فهذه الأخت تثبت وتصبر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ويكتب لها الأجر والثواب عند الله. وفي واحدات تانيات يشتغلوا فيهم برضو دعوة، قا محترمة ما منغبة لكن محترمة تحب الدين، برضو أزول البيت رغبة بالتي أحسن حتى تطبق حكم الله تعالى. ما شرط تقول أنا أنصار سنة، ولا تبقى أنصار سنة، شغلة جاطت ذاته ما تبقى أنصار سنة، بس مستقيمة كذي. ولك دارت بقونا معاكم انتوا شنو انصار سنه؟ لا خليناهم بقينا بران. يعني شنو يعني ده انت بقونا متحزبين؟ لا ما تبقوا في اي حزب، ابقوا مستقيمين بس.
وأنصار السنة في دي معاونا الحق يعني، عشان ما كما أنت تقول كده. طيب، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.